مساكم الله بالخير. حاليا متواجد في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة على قلوبنا، ومهرجان دبي السينمائي 12. سعيد جدا بتواجدي هني كضيف، وهذه العدة مرات ان احنا نكون موجودين. نتشرف ان كخليجيين نتواجد في مهرجان دولي، وحقيقة قاعدين نستفيد. شخصيا خالد البريتشي انا قاعد استفيد من وجودي في هذه المهرجانات لزيادة ثقافتي السينمائية ولزيادة معرفتي في عالم السينما وفي عالم الفن السابع. هذا الفن اللي حقيقة فيه سحر ممكن يسحرنا كلنا كمشاهدين ولا كفنانين مختصين أو غير مختصين، في نكهة خاصة هذه ما تنوجد إلا في السينما. واليوم احنا قاعدين نحضر هذه الأفلام وقاعدين نكتشفها من خلال حضورنا لهذه الأفلام، ومن أفلام دولية وعالمية من الصين ومن إيران ومن لبنان ومن بريطانيا وألمانيا وكثير من الدول، والثقافات عدة وبيئات عدة. نحاول ان احنا نستفيد ونسقل موهبته او نسقل تمثيلنا اللي قاعدين ينقدنا في التلفزيون من خلال احتكاكنا في هذه الأفلام او في هذه المهرجانات السينمائية. اشكر الحقيقة القائمين على هذا المهرجان وثقتهم فينا اللي دائما يدعونا ونتواجد، والحقيقة ما يقصرون من المطار إلى المطار في كثير من الأمور. لكن نتمنى إن شاء الله أن هذه عادة ما تنقطع على جميع من الفنانين، ونصيحة لإخوان الفنانين أن فعلا يستفيدون من تواجدهم في هذه المهرجانات بالحضور أكثر من الظهور الإعلامي أو الريد كاربت أو السجادة الحمراء. اعتقد هناك في مهم وفي اهم، انا اعتقد الاهم هو حضور الافلام. وجدا سعيد انا في هذا النشوه، وان شاء الله نستفيد وتصير عندنا صناعه في السينما الخليجيه او المحليه الكويتيه. والله يبارك لنا ان شاء الله في هذا الحضور. شكرا لكم.